معنا اتصال عبد الرحمن من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. مكرم الشيخ. سمع تفضل الشيخ عبد الصالح يسمعك تفضل. يا شيخ في حنا شايعة منتشرة عندنا في السعودية مثل الحلف علي بالطلاق وعلي بالحرام وعلي بالحلال، فما أدري العالم منتشر وعلي بالحرام ووجه الله يا وجه الله، فوش في سؤال يعني آخر؟ عندك سؤال آخر؟ يا وجه الله ما سلامتك. شكرا تفضل يا شيخ. يا وجه الله ما يجوز، لا تدعى الصفة وإنما يدعى الله سبحانه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأما الحلف بالطلاق وبالحرام هذا أمور لا تنبغي لأنها خطيرة، بحيث قد تفوت على المرء زوجته وتبين منه وتطلق منه، فيترك هذه الأمور. وسمي الحلف بالطلاق لأنه علق شيئا على الطلاق مثل ما يعلق على اليمين، وإلا فهي ليست من الحلف بغير الله عز وجل، وإنما هي تجري مجرى الحلف بالله، لأنه إذا علق شيئا على حصول شيء أو على امتناعه فهذا هو معنى الحلف بالله عز وجل. فيتجنب المسلم هذا من ناحية أنه قد يخل بالزوجية، يفرق بينه وبين زوجته. نعم.